بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نواصل اليوم شابتر 2 لكتشر 2.6، نشوف فيه equilibrium of a particle في budget diagram sample problem 2.4. equilibrium of a particle يقول لك لما يكون محصلة القوى المؤثرة على particle معينة تساوي صفر، هذا يعني أنه هذه particle is in equilibrium، يعني في حالة اتزان أو توازن. Particle acted upon by two forces، لما يكون هذه البارتيكل مأثرين عليها قوتين بس وهي في حالة توازن، فالمفروض يكون هذول القوتين متساوية وليهم نفس line of action، يعني ليهم نفس خط التأثير، ما في بينهم أي زاوية، ويكونوا في اتجاهين متضادين، هذا في اتجاه وهذا عكس. أما لو كان عندي ثلاث قوى أو أكثر، فهنا تأخذ graphical solution، يعني تروح راسم كل القوى F1, F2, F3, F4. لما تيجي على آخر واحدة فهذه تيجي تعمل تسكر البوليغون، يعني تجيب لك رسمة مسكرة أصلا ما هي مفتوحة. فمعناها أنه هذه المجموعة، هذه القوى محصلتها أنها حتكون تساوي صفر، هذا اللي هو algebraic solution، بما يعني أنه المفروض يكون كل الـ x-axis الفورسز عليها تكون تساوي صفر، والمركبة تبع الواي اكسس كمان تساوي صفر. Free body diagram، اولا space diagram sketch showing the physical condition، يعني الرسمة اللي تمثل الواقع، يعني هذه سيارة في اثنين قاعدين يرفعوها عن طريق هذه الاسلاك وهذه البولي موجودين. اما free body diagram فهو sketch showing only the forces، الرسمة اللي تمثل اللي توضح بس القوى، زي القوى المؤثرة هنا، الشد في الإسلاك الموجودة عندي هنا، وهنا الويت تبع السيارة اللي هو 739 عند نقطة معينة. نحن اخترنا النقطة A، نأخذ المثال هذا، في عندي السفينة في مرحلة تفريغ حمولتها، فيها عندك هذه السيارة هنا وزنها 3500، الويت تبعها 3500 نيوتن، ودها ترفع إلى بوزيشن معينة، إلى موقع معين، يقول لك أعطيني الشد في هذه الأسلاك اللي هو الـ AC والـ AB. أولاً ودنا نعمل في البادي ديجرام، هذا اللي هو سبيس ديجرام، نختار النقطة A، نمثل عندها اللي هو هنا الويت تبع السيارة W اللي هو 3500، الشد في هذا السلك TAC اللي هو هذا الاتجاه، هذا السلك اللي هو AB من A إلى B، هذا اللي هو TAB هنا. طبعا الزاوية هنا كم؟ زاوية هنا 2. طب هنا أنا في عندي المفروض يقول لي هنا apply condition of equilibrium، ما دامت السيارة في حالة توازن، يعني السيارة ترفع بشكل طبيعي ما سقطت ولا أي شيء، فمعناها إنها في حالة توازن، إذا المفروض يكون هذا الرسمة تكون مغلقة زي ما قلنا سلايد الماضي. هلا ودنا TAC، هذه TAC قديش الزاوية فيما بينها هي 3500 موجودة عندي هنا، لاحظ أمد الخط هذا بس لفوق اللي هو نفس الخط هنا، فبقول هذه الزاوية هي هذه الزاوية، كم تساوي؟ تساوي 30 زائد هنا الزاوية القائمة اللي هي زاوية 90، إذا مجموعهم يساوي 120. بعدين هذه الزاوية معروف أنها 2 اللي هي هذه الزاوية اللي هي هذه، ما دام هذا مثلث فمجموع زواياه يكون يساوي 180، ودنا ننقص منه 120 الموجودة هنا، وننقص منه زاوية 2 الموجودة هنا، هتكون النتيجة 58 اللي هي الزاوية المتبقية اللي هي. وبعدين نطبق إيش؟ ساين لو. ساين لو إيش يعني؟ تي أي بي هذه نقسمها على ساين 120 اللي هي تي أي بي هذه، الزاوية المقابلة لها إيش هي؟ 120. طب تي أي سي هذه إيش الزاوية المقابلة لها؟ الأي سي هذه إيش الزاوية المقابلة لها اللي هي 2؟ و 3500 هذه اللي عندي هنا، هذه الزاوية المقابلة لها هي 58. اوكي، اذا هلا ما باقي الا نحسب اللي هو الاناون اللي هو المجاهيل اللي عندي، اللي هي الشد في السلك اي بي والشد في السلك اي سي. اولا تي اي بي هذه تساوي 3500 مقسم على الساين 58، نضربها في 120 هذه نجيبها للطرف الثاني، تجينا النتيجة تي اي بي 3570. اما تي اي سي لو بدنا نحسبها فنقول انها تساوي نفس المقدار هذا 3500 على ساين 58، نجيب الساين 2 للناحيه الثانيه يعطيني 144.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.